احنا اليوم من الناس اللي جاوا من السباقين المسجد ديال السنه بمدينه اسافي، ومن طبيعه الحال جينا درنا الالتزامات ديالنا والاجراءات اللي كانوا طلبوا منا نديروها، والاخوان كلهم دابا راه تيتسناو، وهذا راه نهار كبير عندنا وعند كل مؤمن، لان هذه المساجد كانت تألمنا انها مسدوده. عرفنا بان كاين اكراهات خارج عن الاراده، ونتمنوا ان هذه الجائحه تزول ان شاء الله الرحمن الرحيم على كل المؤمنين، ونتمنوا ان الامور تصاب وان الامور تزيد قدام، وان شاء الله كل شيء هذا الشيء غيبقى في ذكرى. وانا صاحبت الولد ديالي لاننا فرحانين اليوم بزاف بان المسجد بيوت الله ما تتعوضش، ورغم اننا تنأديو المناسك ديالنا في بيوت ديالنا، وان بيوت الله فيها ديك السكينه اللي ما تتحسش بها في جهه اخرى، ونتمنى ان شاء الله في القريب العاجل انها تحيد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نحن سكان مدينه اسفي حاضره المحيط، حنا فرحانين بهذا القرار لانه توحشنا بيوت الله، وبيت الله سبحانه وتعالى راه هو المرجع، ونتمنوا من عند الله بإجاه سيدنا محمد انه الامه المسلمه يعافيها ربي من هذا الوباء المنتشر، ويحفظ المغرب، والله ينصر سيدنا، والله ينصر الاسره الملكيه. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا شك أن هذه الخطوة إن شاء الله ستكون مبشرا لعهد جديد بالنسبة للعودة إلى بيوت الله عز وجل، لكن لا بد من توخي الحذر، ومن الأخذ بالاحتياطات، ولا بد من الالتزام بالنصائح التي توجهها الهيئات المسؤولة من هذه اللجنة المختلطة التي تتكون من مسؤولين عن الشأن الديني، المجلس العلمي، المندوبية الشؤون الإسلامية، وزارة الداخلية، والسلطة المحلية، ووزارة الصحة. لا بد من حفاظا على سلامة المؤمن وعلى سلامة البيئة، خصوصا بيئة المسجد، حتى يشعر المصلي بتلك الطمأنينة التي ينبغي أن يستحضرها حين يأتي إلى بيت الله عز وجل، ويخرج وهو مطمئن، لا ضرر ولا ضرار، لا يؤذي ولا يؤذى، فيحصل له إن شاء الله من الأجر الكبير ما يتحقق لكل مصل جاء خالصا يؤدي حق الله عليه، بل يتوسم ويتطلع إلى رفع الدرجات والخطوات التي كتبها الله عز وجل لرواد المسجد. لكن هذا ينبغي أن يحاط بمجموعة من الضمانات، من مجموعة من الاحترازات، بمجموعة من الاحتياطات، وهذا والحمد لله سبقه التمهيد من اللجنة المكلفة، لجنة اليقظة، التي عملت على ما يجب
أن يكون عليه هذا الدخول أو هذا استئناف الدخول المساجد إن شاء الله تعالى. فقد تكونت لجنة مختلطة مكونة من المجلس العلمي ومندوبية الشؤون الإسلامية، فهيأت كل ما ينبغي أن يكون إن شاء الله بما سبق ذلك أيضا من مساعدات من السلطات، من التعقيم، من تعقيم المحل، من إجراء حتى الفحوصات على القيمين الدينيين، ثم النصح لهؤلاء. فاللجنة كما ترون هي في باب المسجد الآن، فيها مرشدون من المجلس العلمي ومن المندوبية دية الشؤون الإسلامية، تنصح الناس، توجههم على ما ينبغي أن يكون عليه الحال في هذه الشعيرة حتى لا تتحول إلى سيئة. ونحن نبحث عن الحسنة ونرغب فيها، والله تعالى نسأله أن يعجل لنا بالفرج وأن يرفع عنا هذا البلاء في عاجل الأحوال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.